أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: علي مبالغ بسيطة لعدة أشخاص، ولكن بعضهم لا أعرف أين هو، ويصعب أن أعرف مكانه، فماذا أفعل، خاصة وأن بعضها مبالغ لا تتجاوز 50 ريالا، أفتونا مأجورين. احتفظ بحقوق الناس، وهم اللي يدورونها عنه، هم اللي يدورونها يطلبونها، ما هو بنت اللي تدورهم، هم يدورونها. أنت احتفظ بها وسجلها عندك، اكتبها وثقها عندك، وهم يجون يدورونها. نعم. فإذا انتهى الأمر ولا جو وأيست من مجيئهم، تصدق بها عنهم، تصدق بها عنهم. نعم.